نيومايلوتين ده اسمه. احنا قررنا ان احنا نعمل هيومنايد روبوت، بس فكرنا الاول ان احنا نبدا بحاجه سهله. الحاجه السهله دي هي كانت الروبوتك ار. احنا عملنا عربيه مطابقه لمواصفات عربيه موجوده في الحقيقه، خدنا ابعادها وعملنا لها سكيلينج بحيث ان هي تمشي في اي انفايرمنت زي البيت، والحمد لله عرفنا ان نطبق عليها كولوجن افويدنس، مش تعمل كولوجن افويدنس بكذا اوبتيكال موجود في الشقه. ايه يا عبد الكريم؟ معلش يا جدعان والله الدنيا كانت زحمه جدا، وكان في ست كبيره واضح انها اتسرقت، وقعدنا بقى نساعدها ونشوف اتسرق منها كام، وكانت حالتها صعب بصراحه. الوضع الامني في مصر عايز يبص له بصه جديده خالص. ايه يا عم كفايه ان هم فضلوا بدايه الامن بمناسبه موت، ما حدش عارف مين اللي قتلهم. ده غير سرقه البنوك والشركات الكبيره. يا جماعه كفايه نقعد تعمل كمان فيلم. حلو الفيلم ده عبد الكريم. لا مش كده وبس، احنا ممكن كمان نوصله بسيستم امن كبير. لا ده انتوا واضح ان انتوا خرفتوا. سلام عليكم. ليه بس؟ تعالى. Wait. Do not you trust me. Come and sit. انا اسف. طب طالما انتوا بقى عايزين تعملوا الحوار ده، عايزين تعملوا السكيورتي هيومنايد روبوت ده ازاي؟ عادي زي ما عملوا الهيومنايد روبوت بره، احنا هنشوف برضه ريش البني ادم ونعمل هيومنايد روبوت نحط فيه فيتشرز وفانكشنز تقدر تساعد على السكيورتي. بس الحرمانية كل يوم بيتطوروا وفي طرق جديده بتطلع. عادي احنا ممكن نحط داتا بيز للهيومنايد بحيث انه يقدر يتعرف على الحرمانية دي عن طريق اوبشن، زي مثلا انه يقدر يتعرف على الفيس، يقدر يتعرف على الوجه الحرم. ده انت كده عايز تعمل سيستم كبير بقى. هو اصلا عبد الرحمن ده هو لو ماشي في الشارع هو يكون متوصل بالوايرلس كاميرا، الوايرلس كاميرا ديت، وهيكون في اصلا في سنسرز، لو في اي حاجه هيكونكتد بيس على طول. لازم يبقى الجهاز قوي علشان يقدر يتعامل مع الحراميه دي. صدقوا يا جدعان شجعتوني. ان شاء الله هنعمل. يا جماعه احنا جايين النهارده نتكلم على التكنيكال اوفر فيو بتاع مسابقه ام اي، عايزين نتكلم ازاي تكنيكالي هنقدر نعمل هيومنايد روبوت كبير زي ما عملنا الصغير. انت عملت الصغير ازاي؟ احنا ابتدينا نشوف الهيومنايد روبوتس اللي في العالم كله، وابتدينا نشوف الاطوال بتاعتها، ولقينا ان فوق ال 60 سنتيمتر بيبدا ان هو يكون فيه مشاكل في البالانس صعب علينا شويه. فقلنا نبدا بحاجه سهله، وبدانا نشوف حسابات، ولقينا ان طول 34 سنتيمتر كان مناسب جدا بالنسبه لنا. طب بالنسبه للسكيورتي حجمه اللي هو مش هيقدر يدافع عن نفسه ولا عن غيره؟ احنا محتاجين فعلا يكون الحجم كبير وقوي وقوي بحيث ان هو يقدر يحتوي اللي قدامه ويواجهه، وده فعلا اللي احنا محتاجين فيه دي ماي. طب الوجه كده اكيد هيحتاج مواتير عاليه. ما هو احنا بنختارها للمواتير بتاعتنا ان هي تتميز بتورك عالي وتكون مواتير قويه. خلي بالك انت لو اخترتها قويه قوي ممكن ان هي تخسر لك ايد او رجل في الروبوت بتاعك. على فكره هنا في الماتيريال لازم نجيب حاجه مناسبه لينا ان هي تكون قويه تستحمل السكون عالي. البرايس من البرايس كده هيبقى عالي جدا. لما انت خلي بالك في الماتيريالز قويه بالاكسبيرينس دوت، لكن بتكون خفيفه في الوقت، وبعدين في المانيفاكشر انت بتاخد تفصيل لو قررت الماتيريالز بتاعتك. بس انت ممكن توصل 50%. بس انت كده لو قررت الماتيريالز بتاعتك يبقى انت بوظت الديزاين بتاعك خالص. لا احنا في السوليد وورك انا بدات ان انا اراعي هذه المشكله، وبدات ان انا احاول واجرب ان انا اشوف البراكت اللي ليها نفس الاطوار وبتتحرك بنفس الديجري، وبدات بعد اكثر من محاوله ان انا اوصل للشكل مثل البراكت. بس ديجريز اوف فريدم كده هنحتاج فيه كم ديجري؟ احنا لما عملنا ده كنا عملنا 20 ديجريز اوف فريدم عشان نبدا ان احنا نبقى متمكنين جدا من حركه الرجل اللي هي 6 في كل رجل، وعملنا مجرد مبدئين 3 في كل ايد، وعملنا واحده في الوسط وواحده في الراس. انما في الهيومنايد الكبير فكسكيورتي هو محتاج ديجريز اوف فريدم اكتر عشان يقدر يتحرك بحريه اكتر، فهنزود 12 ديجريز اوف فريدم اكترها هيبقى في الايد عشان يقدر يتعامل باريحيه كبيره، ودي ان شاء الله هو هدفنا الكبير. وروبوت قاعد يشوف الشجر تحت.
هنشوف عن طريق الكاميرات الموجودة في المكان، نشوف لو في حد ماسك ده هيبقى بيشبه خطر بالنسبة لي. هبدأ أتوجه، أو لو في حد أو لو مفيش حد ماسك هبدأ أقارن صور الناس اللي موجودة في الدريشن فيه حسب ليميت معين أنا اللي بحددها، بحيث إن أنا أقارن صور كل شخص بصور الكريمنالز الموجودة عندي في الداتا بيز. لو أنا لقيت هي بتشبه تشابه معين هبدأ أتوجه للراجل ده بحيث إن أنا هبدأ أتعامل معاه. طب لو معرفش يتعامل مع المشكلة هل في حلول تانية؟ أكيد على طول لازم يبقى عندي حلول تانية. فأنا ممكن أنا لو الروبوت ده معرفش يتعامل أنا أعمل له ويب سيرفر مخصوص يبعت فيه لايف شو لليوزر، اليوزر يقدر يديله كومنتس على اللايف شو اللي هو شايفه ده إزاي يتعامل مع المشكلة دي. وممكن كمان ان هو لو في حاجة تكنيكال بسيطة جدا ممكن ان هو ينيبل الكنيك بحيث ان هو ياخد اوامر من الانسان في الحاجات الدقيقة. اصعب حاجة في الهيومنايد روبوت انك تظبط التوازن بتاعه، ازاي هتعمل كده وانت محتاجه يكون سريع علشان يجري ورا الحرامية؟ بالنسبة للساعة هنحط له عجل في رجليه عشان يقدر يوصل لمسافات بعيدة في وقت قليل. بالنسبة للتوازن هنحط له شايسكوب وقت صناعة وقت في الفاشن عشان يقدر يمشي في أي مكان ما يقعش. Because we have the ability of creativity to compare our skills with other competitive teams. Because it's a great opportunity for us to improve our project. Because we are capable of the impossible. Generating a new society of robots that will help us in every life aspect, which will create a new smart Egyptian students having no problems competing with other countries. Finding a material with high quality, strength and light. 5 years from now, I hope to be in a good position in a big respectful electronics company, working with a good team, trying to make our life easier and more fun. And I hope MIE to be my first step to achieve this goal. One of the problems is applying the humanoid anatomy in our design. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أقدم لحضراتكم مشروع التخرج تحت إشراف مجموعة من الأساتذة وطلبة التخرج بكلية الهندسة. المشروع بيتكلم عن Security Based Humanoid Robot، واستخدم فيه تكنولوجيا معلومات واتصالات حديثة، وتم استخدام أجهزة استشعار زي الكاميرات و Voice Recognition و Pressure، وتم تصميم وتصنيع واختبار الهومنويد بالكامل من طلبة المشروع. وكان فكرة المشروع استخدام الهومنويد في الأمن في المجتمعات العمرانية وفي المصانع وفي الجامعات والمعاهد، بحيث يتم الاستفادة من الهومنويد بإمكانياته المتعددة من اتصالات واستشعار وكنترول في تتبع الوضع الأمن في الأماكن العمرانية والمصانع، وإبلاغ الجهات المختصة في حالة حدوث أي تعدي من ناحية الأمن، وكذلك استخدام الكاميرات في التصوير والمتابعة، وإذا استدعى الأمر أيضا متابعة البريتش الذي حدث في الأماكن. باقي الفيديو هيعرض لحضراتكم ما تم من تصميم وتصنيع للهومنويد.